لو الحكاية فيها إن فيتو محمد صلاح من ابن النادي لأنه شرف مصر شرف عشق صلاح مثال يحتذى ولازم ناخده كلنا مثال قدامنا لعيبة اللي بتفكر كانت في الأهلي أنا فكرت أهو محمد صلاح كان جاي له الأهلي قال أنا مش عايز أطلع فاكر يا محمد أنا عندي طموح أنا أطلع بره لما طلع بدل قالك أنا مش دي محطتي عايزين الطموح يا كريم عندنا لعيبة عندها قدرات عالية احنا النهاردة بنقول ايه لو في 50,000 مهندس بره وانا بتكلم عن المزيكا يا مهندس لا محمد صلاح في كل مكان لاعب المصري لاعب المقاولين لازم يبقى ده مثال قدامكم كلكم للصغيرين والكبار ان احنا نحاول نعمل حاجة زي كده بالروح لازم يسلم عندك طموح طموحه عالي ربنا يا اللي بيدور على اللي بيتعب يا اسمك انت النهارده يا شيخ عايز بس طموح لا دي حقيقه ممكن يجي له ملايين ترفع وشك دولي دولي انا شايف فيكوا ناس كتير عمر خلاص عجز بقى زي حالاتنا وراح يا عمر بالعكس اخد امي احنا لا بالعكس رامي وفضل وعمر وانا بقول قدامكم كلكم ومين تاني ده المستقبل لكن دول هم فعلا شالوا جامد معانا لان كان عندهم طموح ان هم وروح ده بالاضافه طبعا للباقيين احنا جايبين محمد صلاح كلنا مفيش شك فرحانين بيه لكن نفسي اطلع من هنا اكتر من محمد صلاح ولا يعني سليم الدين فيك حسام طيب محمد يقول ايه الزمالك ولعبت المقاولين لا يا جماعه ده ما فيش حديث هو حديث